الاسلام بدو وحضر كانوا على غصن وسن ناس يشدبها الظهر والطيب يجزون الطيب اهل العزم بدو وحضر كانوا على غصن وسن ناس يشدبها الظهر والطيب يجزونه بطيب وفي عيالهم يجنى الثمر ما بين طيار وطبيب ومهندس ينتج فكر ويطور العقل اللي بيب العصب أصباح له مقر ويضخ من حاف جانبه